اليوم استمرار في المناقشات وخاصة في مرحلة المرافعات وتناول الكلمة الدفاع ديال أحد الأطراف الرئيسية في هذه القضية. وأهم ما أثير بشأن هذه الجلسة هو مسألة ديال التنظيم ديال هذه المصحة وكيفية التسيير ديالها والوضعية القانونية والوضعية المالية والوضعية يعني من يقوم بإصدار قرارات. تبين اليوم بالملموس وبالوثائق بأن المستشار عندها واحد المدير إداري ومدير مالي اللي معين بمقتضى عقد ديال الشغل، وحتى تعطات اليوم تم الإدلاء حتى يعني بالأجر دياله وكيفاش كيتقاداه والمسألة. إذن كل ذلك يصب في خانة واحدة على أن هذه المستشفى كباقي المستشفيات لها إطارها الإداري والقانوني. النقطة الثانية التي أثيرت هي تتعلق ب يعني بأن الفوترات هذه المبالغ على لفائدة الأشخاص لا تتم عبثا، وإنما هناك طبيب رئيسي في كل يعني جناح متخصص، هذا الطالب هو المشرف على عملية يعني الأطباء كيفاش كيحضروا يعني ما استهلكه ذلك المريض، وكل شيء ثابت بالحجج والوثائق. عاد كي بعد ذلك يحال على قسم فوترة، وبعد ذلك هناك قسم المراقبة اللي كذلك هناك من يتكلف بمراقبة هذا. وأكثر من ذلك سمعنا اليوم بأن هناك يعني المراقبة المعلوماتية، وأنا كندليت بها سابقا بأن هناك مراقبة معلوماتية، أي أن أي شخص إذا ولج إلى الحاسوب لابد أن يترك الدقيقة والثانية والاسم دياله، وهذا يضيق باب التلاعب بأي يعني مبالغ من المبالغ. إذن على العموم الملف غادي فوا منحة جيد، ونتمنى إن شاء الله البراءة للجميع. هذا هو نقدر نقوله.